الإسلام تعلم بأن يا أخي لبعضنا فلننسى ما قد مر من أعوام في الملتقى في الملتقى ولرب نازلة يضيق لها الفتى برا وعند الله منها المخرج فقد فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج في الملتقى فإذا من خلال هذه الآية قل أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فكل من يتبع المصطفى صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يسير على نهجه في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى كل شاب عنده طاقة هذه الطاقة حقيقة تحتاج أن ننميها مثل واحد طاقته بالرياضة يخرج للرياضة هذا طاقته بالسباحة هذا طاقته بالفنون هذا طاقته فلذلك نحتاج من المربين أن يستثمروا طاقات شبابنا في المساجد فيا حب فيا وجد واشتياق لا يحد فيا حب فيا وجد واشتياق لا يحد يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشدو قول الباطل لمجاملة الرأي العام قول الباطل لمجاملة القناة اللي هو يطلع بيها هو مخير هنا بين السكوت أو يقول الحق أما أن يقول الباطل هذه ما بها رخصة هنالك علاج ناجح نستطيع أن نحمي به أبناءنا من داء التفاهة من الصفات التي يجب أن يتجنبها الجمهور صفة ذميمة ألا وهي الجهل إخواني وأخواتي يا معشر الشباب ويا معشر البنات تعامل الناس مع الدعاء تعامل بعضهم يتعامل بعدم معرفة تامة في علاقته مع الله عز وجل في قضية سؤاله فاكتشفنا ويا هول ما اكتشفنا أن الفلبين بالأصل هي دولة إسلامية اسمها عذراء ماليزيا أو جزر عذراء ماليزيا المساجد المؤسسة المنتجة للرجال كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا كل الحرص أن ينتج رجال أن ينتج يعني خامات من المسجد وكان النبي عليه الصلاة والسلام في منهجه التربية وفي منهجه التعليم وفي منهجه صناعة الرجال في المسجد وهلم جرا يعني شنو اللي تريد تقوله كان النبي عليه الصلاة والسلام ينتج مسلم متكامل تربويا علميا فكريا فقهيا حتى اجتماعيا فأني راح أتكلم عن نقطتين مهمة هذه النقطتين النبي عليه الصلاة والسلام ركز عليها تركيز كامل جدا النقطة الأولى كان النبي عليه الصلاة والسلام حريص أن يورث الشخصية المسجدية الدينية الإسلامية في المجتمع يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام المسلم في المسجد يعلمه يخرج خارج المسجد يكون مسلم مطبق ما تعلمه من النبي عليه الصلاة والسلام طبعا وهلم جرا شوفوا في السيرة النبوية في السيرة النبوية حوادث ومقالات وبعض المواقف للنبي عليه الصلاة والسلام على سبيل المثال كان النبي عليه الصلاة والسلام حريص جدا على موضوع استقيموا استووا وهذا الموضوع لو لم يستقم المصلي ولو لم يستوي لا تبطل الصلاة ولكن هذه رسالة كان الوقوف بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام رسالة لهذه الأمة أنك تدخل إلى المسجد تقف موقف واحد وصف واحد هذا رسالة أن نبقى صفا واحدا ويعني خط واحد فكان النبي عليه الصلاة والسلام حريص كل الحرص بهذه التصرفات إخواني أن يرسل رسالة لهذه الأمة إلى أبد الآبدين
أن وحدة الصف وجمع الكلمة ووحدة الشمل مهمة جدا يعني. فهذا التوريث وين يطلع؟ يطلع إلى الخارج، خارج المسجد. تعالوا معي إلى واقعنا اليوم، كم من مسجد اليوم إلا البعض فيه خلافات فقهية، حتى الفقهاء لا يقفون على هذه الخلافات الفقهية، سميها فرعية، سميها ثانوية، سميها هيئات في الصلاة، حتى لا تصل إلى الأركان ولا إلى السنن ولا إلى الأبعاد، هيئات يعني أدنى من ذلك. كم من خلاف في عندنا في مسجد اليوم بسبب التكتف مثلا، إن كان فوق السرة أو تحت السرة، أو بخلاف أصلي أمام سترة أو لا أصلي أمام سترة. هذا التوريث النبوي علمنا النبي عليه الصلاة والسلام مع الأسف يعني كاد أن يفتقد في مساجدنا اليوم. يعني يعني ليش أنا إذا إمام خطيب، أنا نصيحتي لنفسي ولأخوتي الخطباء الأئمة، ليش أنا اليوم أورث هذه المسائل التي لا تغني ولا تسمن من جوع؟ أنا ليش المصلي ما علم الفقه وما علم عقيدته ودينه وثباته وإيمانه وقوي إيمانه، ليش أنا علم اليوم على مسائل فقهية خلافية وهي يعني لا تصلح أن تطرح في المسجد ربما يعني، ولا تأخذ هذه المساحة الكبيرة؟ فكان النبي عليه الصلاة والسلام يورث الجانب الديني، الجانب يعني التشريعي في المسجد وخارج المسجد. موضوع آخر، الجانب التربوي، كان النبي عليه الصلاة والسلام حريص كل الحرص أن يغذي الجانب التربوي للشباب، وهي رسالة إلى أبد الآبدين تبقى، إنك دعاة وكطلاب علم وكخطباء، أن نغرس هذه المفاهيم في قلوب المصلين. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني إذا جاءه شاب، والحديث صحيح وبالصريح، يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأذن له بالزنا، فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: أترضاه لأمك؟ وطبعا هذا الحديث له مفاهيم، مفاهيم في الجانب الدعوي، الأسلوب، الحكمة، وله مفاهيم في موضوع التربية ومفاهيم أخرى. قال: أترضاه لأمك؟ قال: لا يا رسول الله. ثم أكمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال له مرة ثانية: أترضاه لأختك؟ وهلم جرا. فبالأخير وضع يده على صدره الشريف، يده الشريفة على صدر الشاب، قال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه. فخرج هذا الشاب وأكثر ما يكره هو الزنا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام رحيم بالشباب. وإحنا تكلمنا عن موضوع الانفتاح على الشباب اليوم، اليوم الشباب يحتاجون منا الرحمة في القول، الرحمة في التصرفات، الرحمة في التعامل، وجزاكم الله خير الجزاء. المساجد لها رسالة، ومن أعظم الرسالة التي يؤديها المسجد هو بناء العفة. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جمع في حديث: السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق في المساجد، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. هنا كأنما الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يرشدنا على أن الذي يتربى في المساجد هذه التربية ستنتهي به إلى العفة، وإلى مواجهة فتنة الشهوات، وإلى مواجهة هذه التحديات. فلهذا جمع بين الرجل الذي قلبه معلق في المساجد وبين الذي تدعوه امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ولهذا رب العالمين سبحانه وتعالى يقول: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. اليوم الحضارة الغربية تستثمر هذه المسألة، هي اتباع الشهوات ليحققوا الميل العظيم. وبالتالي كما يقول قائلهم حينما سأله أحد التلاميذ: يا سيدي، إننا أقلية في العالم، ويراد منا أن نقود هذا العالم من هؤلاء من بني صهيون. فقال: يا هذا، إن قطيع الغنم مهما كثر فإنه لا يحتاج إلا إلى راع واحد وإلا إلى عصا واحدة. كيف يستطيع هؤلاء أن يحولوا
هؤلاء الناس إلى قطعان، حينما يتحكمون بشهواتهم، يتحكمون بميولهم، وكما قال رب العالمين: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فالقرآن الكريم ضرب لنا مثلا في سيدنا يوسف عليه السلام، إذ مهما مرت بنا من ظروف المحن والإحن والفتن لا يمكن أن نكون كسيدنا يوسف عليه السلام الذي أحاطت به هذه الفتنة إحاطة السوار بالمعصم. أولاً هو جميل، والجمال أقرب إلى الفتنة من غيره، ثم هو شاب، والشاب أدعى في الاستجابة للفتنة، ثم هو غريب، والغريب لا يخشى على سمعته وعلى سمعة أهله، ثم الذي يدعو هو عبد، والعبد الذي منع من حريته من اختياره، ثم الذي يدعوه المرأة هي الداعية لهذه الفتنة ذات منصب وجمال، والمنصب والجمال أدعى من أن يلغ المرء في هذا الافتتان، ثم أنها هي الطالبة وهو المطلوب، وهو في بيتها وقد غلقت الأبواب وهيئت الأسباب وقالت هيت لك، أي هيأت نفسي إليك، ثم إن زوجها بارد الغيرة، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك، ثم كما يقول علماء التفسير أنها عاقر، معنى آثار الجريمة لن تظهر، ومع هذا قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، عندما استعصم بالله ولجأ إلى الله، الله وقاه وحماه من هذه الفتنة. فالمسجد يربي هذه المعاني، يغرس هذه المفاهيم، مفاهيم العزة ومفاهيم العفة ومفاهيم التربية الصحيحة. وأختم بهذا الموقف الذي ذكره عبد الرحمن بن الجوزي، يقول: في مرة دعتني نفسي على فعل مكروه، وأخذت تزين لي فعل هذا المكروه حتى أظلمت الدنيا في عيني، فلجأت إلى كتاب ربي، وإذا بي أقف على قوله تعالى على لسان يوسف عليه السلام: معاذ الله، إنه ربي أكرم مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فقلت: يا نفس، هذا يوسف بن يعقوب، كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم، يعترف بالإكرام لسيده الذي أكرم مثواه، وأنت يا نفس، ألم يخلقك الله من العدم؟ ألم يسبغ عليك وافر النعم؟ كم من كائد كاد لك، وما كرم مكر بك، فوقاك مولاك، أتراودينني أن أفعل ما لا يرضى ربي؟ معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، يا من المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى فإن
الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة يا فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فإذا باسمه إن كان فضلك عن عبيدك يمنع، حاشا لجودك أن تقنط عاصيا، حاشا لجودك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع، غافر عظيم المن ساتي عيوبي عني، أنا بحماك اقبلني، أنا بحماك اقبلني، أحماك لا تعذبني، أحماك لا تعذبني، غافير بس انت تذب همي، وبدامع عيني ليهمي، بس انت تذب همي، وبدامع عيني ليهمي، صقلي الوزير هد عزمي، صقلي الوزير هد عزمي، خلاني أجذب وني غافير، بالنادم أصبح وأمسي، غرقان ألوم بنفسي، لكن يبدد يأسي، لكن يبدد يأسي، بالله حسن الظن، بالله حسن الظن، غافير عبدك مقر بذنبه، خايف غدا لا تعذبه، عبدك مقر بذنبه، خايف غدا لا تعذبه، ما عندي غير التوبة، ما عندي غير التوبة، بفضلك اقبلها مني، بفضلك اقبلها مني غافي. ما سمي الإنسان إنساناً إلا لأنه ينسى، وهذا النسيان يشمل جوانب كثيرة في حياة الإنسان. في هذه الدقائق أقف مع نسيان النعم، ونسيان النعم مرض خطير في الحقيقة، لأن نعم الله تعالى علينا كثيرة. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. رغم كثرة هذه النعم ينساها الإنسان، ومن أكبر أسباب نسيان هذه النعمة التعود عليها، حتى قال بعض العلماء: الألفة تذهب الدهشة، لأن يتعود كل يوم نفس النعمة، يقعد الصبح صحته زينة ومو مريض،
وتمام الصحة والعافية هي من أكبر النعم. أولاده موجودين، بناته موجودات، مأمنين على نفسهم. حفظ الأولاد والبنات نعمة. بيته ملك مو إيجار، ما دايخ بالفلوس. الغنى والرزق الحلال نعمة، لكن هذه النعم لأنه تتكرر على مدار الأيام والسنوات للأسف ينساها الإنسان. كيف يتذكر؟ يتذكر الإنسان نعم الله تبارك وتعالى عندما ينظر إلى المحرومين. لهذا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول زوروا المقابر، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. من ضمن النعم اللي تحس أنت بيها بالمقبرة إنه ذولا ماتوا، انتهى الموضوع، أنت لازلت في الحياة، نعمة الحياة لا زالت سابغة عليك، فلحق على نفسك. رؤية المحرومين يذكر بالنعم. مثلا تروح المستشفى وتشوف المرضى اللي يفتر بالمستشفى ويشوف هذا قوة يسحب النفس وهذا ما يقدر يتحرك وهذا تكرمون الخروج مالته عن طريق صوندة أو ما إلى ذلك، هاي كلها تدلل على أنه النعم اللي عندك تتذكرها. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم شي علمنا شو نقول؟ الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. لهذا تتذكر النعمة. هذا موضوع تذكر النعم ضروري جدا لكي تشكر هذه النعمة. قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. إذا أنت ناسي النعمة شلون تذكرها؟ شلون تشكرها؟ وتمام النعمة ودوامها الشكر. لهذا ينبغي علينا أن نتفكر دائما. أخي تفكر، لا تروح بهاي الحياة الدنيا، لا تلهك الأموال والأولاد عن نعم الله سبحانه وتعالى عليك الكثيرة. لا، دائما اذكرها واستشعر بيها في قلبك ويمتلئ قلبك بالشكر، ثم ينطلق لسانك فتقول الحمد لله. من المآسي اللي تتعلق بهذا موضوع نسيان النعمة موضوع النظر إلى نعم الآخرين. هو يظل يباوع على نعم الآخر، هذا شلون بيت عنده، هذا شلون سيارة عنده، وينسى نعم الله سبحانه وتعالى عليه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أمور الدنيا انظر إلى من هو أسفل منك، يعني للفقراء، للأرامل، للكذا، لكي لا تزدري نعمة الله عليك. في أمور الآخرة انظر إلى من هو فوقك. لهذا كل هذا نقول ينبغي علينا أن نتفكر بالنعم ونذكر هذه النعم ونستشعرها ونشكر الله ونترك النظر إلى نعم الآخرين ونتفكر في نعمنا ونقول الحمد لله والشكر. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد. حقيقة القرآن الكريم معين لا ينضب، القرآن الكريم فيه آيات بينات، فيه من الآيات التي عندما يتدبرها المسلم يقف عندها كثيرا ويتفكر فيها، وأحيانا يعني هناك يعني أحوال في حالات معينة عندما يكون الإيمان يعني كما نقول الإيمان يزيد وينقص، عندما يكون الإيمان في حالة مثالية شوف احنا تأثرنا بالقرآن يكون أكثر من أوقات ربما، وهكذا يعني موجود، لأنه هكذا القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالآيات التي يعني يتأثر بها المرء كثيرة، ولكن سبحان الله يعني عندما قيل ما هي الآية التي تأثرت بها، دائما أتأثر بهذه الآيات التي تتحدث عن موقف عظيم، موقف كبير يكون يوم القيامة، ألا وهو موقف النظر إلى الله تبارك وتعالى في الجنة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده. لأن هذا الأمر ليس بالهين، أنك تنظر إلى ذلك الرب تبارك وتعالى، إلى الذي طالما سجدت له وركعت له وطالما توجهت بقلبك إليه ولقضاء الحاجات ولتفريج الكربات، هذا الرب تبارك وتعالى الذي خلق السماوات والأرض، هذا المنعم المتفضل الذي أنعم عليك الكثير من النعم. وإذا تأتي تلك اللحظة التي تنظر فيها إلى ذلك الرب الكريم، والله مهما تكلمنا ومهما يعني شرحنا لا يمكن أن نستطيع أن نتصور ذلك الموقف العظيم بين يدي الله تبارك وتعالى. فنسأله جل وعلا لذة النظر إلى وجهه الكريم. أخي الكريم، يعني حقيقة لو نجي على هذه الآية الذين أحسن حسنة وزيادة حتى نفهمها، لازم نعرف اللي قبلها حتى يكون المعنى متضح أكثر، وربما حتى الآيتين اللي قبلها. الله سبحانه وتعالى قبل آيتين من هذه الآية يقول إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء، يشبه حال الحياة الدنيا. والله سبحانه وتعالى يضرب دائما الأمثال في كتابه الكريم حتى يكون المعنى واضحا، ويعني عندما التالي للقرآن يستطيع أن يفهمه فيقرب، يقال بالمثال يتضح المقال. والله سبحانه وتعالى يقول تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ففي قوله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء، هذا المطر الذي ينزل إلى الأرض، كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. يعني كما هو معلوم أنه عندما يأتي المطر من السماء يحيي الله سبحانه وتعالى الأرض بعد موتها، كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. عندما تخرج هذه بالنسبة للبشر الحبوب والثمار والبقول وكذا ما إلى ذلك مما يأكلونه، وبالنسبة جلكم الله للأنعام ما يأكلونه من عشب وكلى وما إلى ذلك مما يأكل الناس والأنعام. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، أي بدأت يعني بحسنها وبهائها وزينت من الزينة بهذه النباتات، أنه مرات تشوف سبحان الله هذه الأشجار وهذه النباتات ومنظرها الجميل وزينت، وظن أهلها أي أصحابها أنهم قادرون عليها، أي قادرون على حصادها وعلى الانتفاع بها، جاءها أمرنا، هذا رب العالمين يبين حال الحياة الدنيا، جاءها أمرنا ليلا، أتاها عفوا أمرنا ليلا أو نهارا. وهنا أيضا فيها إعجاز سبحان الله، لأنه اليوم مثلا هنا نهار لكن في بعض البلدان يكون ليل، فقال ليلا أو نهارا، فجعلناها حصيدا أي كأنها محصودة لم يبق منها شيء قد أتي عليها، فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كأنه لم تكن بالأمس عامرة. في لحظة من اللحظات، نشوف اليوم مثلا إذا لا سمح الله صار زلزال صار كذا، في لحظة من اللحظات قدرة الله سبحانه وتعالى يعني يختلف كل شيء ويتغير كل شيء. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، لم تكن عامرة أمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون، يتفكر في العواقب، يتفكر في آيات الله، يتفكر في قدرة الله، يتفكر في حكم في حكمة الله تبارك وتعالى. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون، طبعا نأتيها على عجالة لأنه نأتي إلى الآية التي يعني نحن بصددها. قال والله يدعو إلى دار السلام
ويهدي من يشاء على صراط مستقيم. الله سبحانه وتعالى بعظمته الغني عن عباده ونحن الفقراء إليه، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد، يدعونا إلى دار السلام، يدعونا إلى الجنة، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. ربنا تبارك يدعونا إلى دار السلام اللي هي الجنة، وسماها دار السلام لأن سلام من الآفات، سلام من الأمراض، سلام من جميع المنغصات، هذه الدار دار السلام. نسأل الله أن يرزقنا والمشاهدين والكادر والجميع إن شاء الله هذه الجنة ودار السلام. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. هاي دائما احنا ندعوها يومية في الصلاة، هاي إذا بس صلينا الفرض 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم، نقول اهدنا الصراط المستقيم، هذا صراط الله، الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، طريق الإسلام، طريق الطاعة. والله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هنا هذه الآية التي قلت يعني من آية تأثرت بها، للذين أحسنوا راقبوا الله سبحانه وتعالى في أفعالهم، والإحسان كما قيل أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أي القتر هو السواد الذي يكون في الوجه، والذلة الهوان، ولا يرهق وجوههم ذلة. طبعا الحسنى شنو قلنا؟ الجنة. والزيادة هي النظر إلى الله سبحانه وتعالى، يعني تقريبا باتفاق المفسرين أن الزيادة هنا هي النظر إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة، أي هم أهلها أصحاب الجنة، هم فيها خالدون، وهذا الخلود العظيم الذي يكون في الجنة. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام عدة أحاديث في النظر إلى الله تبارك وتعالى، حتى الآيات، ليس فقط هذه الآية تبين أن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى. قوله جل وعلا: وعلى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكذلك في قوله جل وعلا أيضا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، بالنسبة للكفار. فمفهوم المخالفة أن المؤمنين يرون الله، ليس بينهم وبينه حجاب. نعود إلى الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم القيامة ينادي مناد بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، ينادي مناد: إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون أي أهل الجنة: ألم يثقل موازيننا؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يدخلنا الجنة؟ فبينما هم كذلك يكشف الحجاب فيرون الله تبارك وتعالى، ينظرون إلى الجبار جل وعلا. يقول في الحديث يقول: فلم يعطوا شيئا أحب إليهم من ذلك ولا أفضل. أي فضل وأي عظمة تلك، وذلك الموقف أنه ينظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. كل نعيم الجنة في كفة، والنظر إلى الله سبحانه وتعالى في كفة، لأنه هو هذا النعيم المقيم، أو هو هذا النعيم الأعظم اللي أنك تنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا بمنه وفضله وكرمه وجوده النظر إليه في ذلك اليوم العظيم يوم القيامة، بعد أن ينعم علينا بدخولنا الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى ذلك. بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قيل المعروف الكرخي رحمه الله: كيف اصطلحت مع ربك؟ قال: بموعظة ابن السماك رحمه الله تعالى. قيل: وكيف؟ قال: كنت مارا في الكوفة فدخلت المسجد لأصلي العصر، فبعد انتهاء الصلاة وجدت الناس يجتمعون إلى شيخ عليه الوقار والهيبة، فقلت أجلس معهم وأستمع ماذا يقول. وكان مما قال هذا الشيخ، قال: من أعرض عن الله، من أقبل على الله تارة وتارة أقبل الله عليه تارة وتارة، ومن أعرض عن الله أعرض الله عنه، ومن أقبل على الله بكليته أقبل الله عليه بواسع رحمته. فوقع كلام هذا الشيخ في قلبي، وقلت: والله لئن مكنني ربي لأفوزن بأعلاها. فأقبلت على الله بكليتي، فأقبل الله علي بواسع رحمته وفضله. فروا إلى الله من خيبات أنفسكم، ما أعظم الله، لا باب ولا حجر. حيا الله أبو تميم، يا مرحبا. بيتي من الشعر انتقيتها من كتاب اسمه مطهرة القلوب، هو نظم في التربية والتزكية. يقول فيها الشيخ محمد مولود الذي يسمى آدة، يقول: وذرة من عمل القلب العلي مثل الرضا والزهد والتوكل أعظم عند الله من أجبال شمخنا من ظواهر الأعمال. يقول: ذرة من أعمال القلوب أفضل من جبال شامخات من الأعمال الظاهرة. هذا شيء الناس لا ينتبهون له،
ولا يتدينون الله عز وجل به في الغالب. أعمال القلوب مثل الرضا والزهد والتوكل والشكر والصبر والرجاء والحب والخوف والخشية والمراقبة ومعرفة الله عز وجل، ذرة من هذه الأعمال الشيخ يقول أعظم من جبال شامخات من الأعمال الظاهرة المرئية. للأسف الشديد الناس لا ينتبهون إلى قلوبهم في الغالب، والقلوب عندهم كأنها صناديق مقفلة أو غرف مغلقة، بل بعض الأحيان هي عبارة عن بيوت خريبة للأسف انتشر فيها العفن وبيوت العنكبوت والجرذان والمساوئ، وأحيانا هي عبارة عن صندوق غامض لا ينتبهون إليه ولا يجرؤ أحد أن يدخل إليه لأنه مكان مخيف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، في صحيح مسلم، إلى قلوبكم وأعمالكم، حتى لا يجينا الجيل الجديد يقول بس العمل في القلب، لا، القلب والعمل. يتفرع على ذلك أن ذرة من أعمال القلوب القبيحة كذلك أعظم من جبال شامخات من أعمال الجوارح، لأن القلوب أيضا له ذنوب. الآن الغل والحقد والكره والضغينة والكبر والعجب والرياء والغرور أمراض قلوب، وهي كبائر ذنوب عظام. وتعجبت أن الإمام بن حجر الهيتمي رحمة الله عليه ألف كتابا في جمع الكبائر، وهذا جميل، في أول بداية كتاب اسمه الزواجر عن اقتراف الكبائر، في أوله قال الباب الأول بما بدأ، قال في الكبائر الباطنة، قال وبدأت بها. لماذا هذا التعجب؟ يقول وبدأت بها لأنها أخطر ومرتكبها أسوأ العصاة وأحقر، قال وهي أعم وقوعا وأمر ينبوعا، يعني ينبوعا يعني هي تنتج الرذائل، أعمال القلوب وأمراضها. نعود إلى البيت، وذرة ذرة من عمل القلب العلي مثل الرضا والزهد والتوكل أعظم عند الله من جبال شمخنة من ظواهر الأعمال. ابن القيم يقول المحرمات عليه، يعني على القلب، المحرمات عليه أكثر ذنبا وأسوأ من المحرمات على الجوارح، وإن كانت كبائر من الزنا والخمر وغيرهما. هذا من العجيب الغريب. يعني على سبيل المثال الرياء، الرياء ذنب ومن الكبائر. يقول ابن حزم الظاهري يقول والله لأن يلقى الله تعالى عبد بكل بائقة دون الشرك، كل الذنوب دون الشرك طبعا، يقول لا أخص بذلك قتل النفس ولا قطع الطريق، يقول لأن يلقى الله بكل هذه الذنوب، يقول أخف وزرا من أن يلقاه وقد تدين لغيره وصام وصلى لسواه. مما يدل على أن أعمال القلوب لها خطر عظيم. الناس اليوم إذا أرادوا أن يتدينوا يهتمون بالشكليات والمظاهر وحتى الأعمال الظاهرة. ونرجع فنقول وذرة من عمل القلب العلي مثل الرضا والزهد والتوكل أعظم عند الله من جبال شمخنة من ظواهر الأعمال. الناس الآن يسألون ما المطلوب؟ نحن نريد في هذا الزمان أن تعود الحياة مرة أخرى إلى علوم التزكية، إلى علوم التربية، إلى العلوم التي تصفي القلب وتزكيه، لأن بدون القلوب ما تتحرك والأرواح ما تتحرك لا فائدة. كم من إنسان عنده طاعات وبركات وتقربات إلى الله عز وجل، وكالقربة المثقوبة تأتي أعمال القلوب وأمراضها فتفرغ أعماله الصالحة. نكرر البيت أخيرا من مطهرة القلوب، ذرة من عمل القلب العلي مثل الرضا والزهد والتوكل أعظم عند الله من أجبال شمخنا من ظواهر الأعمال. من الأمور التي أتحسر عليها والتي كنت أتمنى لو أتعبت نفسي بها ولكن انشغلت عنها هو تعلم اللغة الإنجليزية. لماذا؟ حقيقة اللغة العربية هي أكثر لغة خدمت داخليا، يعني ألفت فيها العلوم، قسمت فيها إلى عدة علوم، فيها النحو، فيها الصرف، فيها علم الوضع، فيها علم البيان، فيها علم البديع، فيها علم المعاني، فيها علم العروض في الشعر والأدب وإلى آخره، خدمت خدمة وألفت فيها عشرات الآلاف من الكتب بلا مبالغة، يعني خدمت خدمة داخلية يعني بداخل الأمة، لكنها لم تنشر رغم أن الإسلام وبالحكم العربي قد حكم النظام العالمي لقرون، لكنها لم تعمم دوليا. لذلك لا نجد دولة من غير الدول العربية تتكلم اللغة العربية إلا بعض الدول القريبة، مثلا لغة
التركية الفارسية جميع الشعوب الإسلامية فيها كلمات عربية كثيرة لكن ليس كاستعمال لغة. أما اللغة الإنجليزية فأكثر لغة خدمت خدمة خارجية ليس خدمة داخلية، خدمة خارجية يعني بنشرها بين الأمم. لذلك ما احتلت بريطانيا دولة إلا ونشرت فيها اللغة وقتلت الناس في سبيل تلك اللغة. طبعا هذا الأمر جرائم لكن عموما هذا الذي حصل. لذلك تجد أمريكا الآن تتكلم الإنجليزية، الولايات المتحدة، كثير من الدول الأفريقية، الهند ومن بلاد آسيا كذلك دول تتكلم اللغة الإنجليزية، أستراليا قارة بأكملها تتكلم اللغة الإنجليزية. فصارت لغة عالمية شئنا أم أبينا، واقع حال أنها لغة عالمية. فتعلم اللغة الإنجليزية يعني كان ينفع الداعية كثيرا. أنا ذهبت إلى الهند مرتين وجدتهم يتكلمون لغات شتى لكن اللغة الجامعة بينهم هي الإنجليزية، اللغة الرسمية للدولة هي الإنجليزية، وهنالك أكثر من 200 لغة دارجة، لكن الذي يتكلم الإنجليزية يتكلم مع جميع الناس. حدثنا مرة شيخنا الدكتور يوسف القرضاوي رحمة الله عليه قال، وأنا أخذت هذه الكلمة اليوم أخذتها منه، قال أكثر شيء تحسرت عليه هو عدم تعلم اللغة الإنجليزية. هو ذهب إلى أوروبا وأسس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث جزاه الله خيرا، كان يذهب كثيرا إلى أوروبا. يقول عندما كنت ألقي محاضرة وتترجم المحاضرة إلى اللغة الإنجليزية مثلا أو الفرنسية أو كذا، لكن عموما يقول عندما تترجم المحاضرة إلى تلك اللغات يقول ثم أقرأها مترجمة وأطلب منهم أن يترجموها من مرة أخرى من الإنجليزية إلى العربية، يقول فأجده غير ما أعنيه، كثير من الكلمات غير ما أعنيه، خاصة الأمور الروحانية التي تحتاج قلبا يوصلها إلى قلب وليس لسانا يوصلها إلى أذن. عند الترجمة شئنا أم أبينا سيكون الكلام عبارة عن لسان يطرق الأذان، أما عندما أتكلم بما أريد أن أخرج قلبي فإني أخرج روحا وأنفاسا مع الكلمات. هكذا هو الموضوع. أنا تعلمت لغة أخرى غير العربية، تعلمت التركية بحكم سكني في تركيا، فاستطع يعني عندئذ عرفت كيف أن الكلمات تحتاج إلى روح تحملها وليس فقط ألسنة تنطقها. لذلك حقيقة الإنجليزية بما أنها اللغة الأكثر انتشارا والدعوة فيها من أراد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى غير المسلمين فإنه يحتاج أن يخرج روحا مع كلماته تستقر في قلوبهم، فإن هذا يكون أرجى للإجابة وأقرب إلى القبول من قبل الخصم. فحقيقة أنا أنصح من يريد أن يدخل في هذا الميدان، ميدان الدعوة ونشر الدعوة، أن يتعلم لغة إما للمجتمع الذي يذهب فيه أو الإنجليزية. الإنجليزية هي باعتبار أعم، وكما قيل قبلا ليس بحديث لكنه يعني مقولة صحيحة، من تعلم لغة قوم أمن شرهم أو أمن مكرهم أو غلائلهم. عموما تعلم اللغات هو من السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت بتعلم العبرانية والسريانية فتعلم كليهما رضي الله تعالى عنه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه. حقيقة أتحسر على عدم تعلمي مسألة التعبير الإنشائي والإبداع بالكتابة، يعني ليس بمفهومها الضيق أن كتابة الكتب فقط، اليوم نحتاجها. يعني إذا أكتب ما يسمى السيفي، إذا أكتب سيفي عن نفسي لازم أعرف أكون كاتب جيد ومعبر جيد حتى يعني أقدم للوظيفة اللي أريدها، إيميل أو مراسلات كلها تحتاج اليوم إلى كتابة. الفكرة الرئيسية حقيقة يعني سواء تعلم الكتابة أو مثل ما ذكرت تعلم اللغة الإنجليزية، الفكرة الرئيسية عندنا أوقات كثيرة يعني عن ما نستغلها تضيع فيما لا ينفع، خاصة أوقات على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني نقضي الساعات والساعات فيما لا ينفع ولا يعني لا فائدة ترتجى منه إلا قليلا إلا أن يشاء الله. فلو هذه الأوقات يعني نستغلها أو نستثمرها بشكل صحيح، يعني أخصص لي من ساعات اللي على مواقع التواصل أو الساعات اللي تنقضي هكذا، لأن أنا إذا أكون كاتب جيد لازم أكون قارئ جيد، فأخلي نفسي بايز، أخلي لي هدف، يعني بدل ما الوقت كله يروح هالشكل أخلي لي هدف أنه أنا هاي السنة يعني إن شاء الله ضمن هذا خطتي بإذن الله عز وجل أنا أحسن نفسي بموضوع الكتابة والتعبير الإنشائي، لأن أحتاج جدا يعني مرات أريد أعبر
بس ما يعني قلمي ما يمشي مثل ما أريد أو ما يكتب مثل ما أريد. سبحان الله، يحتاج يعني المسألة إلى مهارة، فيحتاج أقرأ، يحتاج أخصص أوقات للقراءة حتى أطلع بنتيجة وبثمرة بإذن الله عز وجل. الحقيقة والحمد لله، يعني أنا منذ الصغر يعني كنت يعني متعلقا بالمساجد ويعني قراءة القرآن والذهاب إلى المسجد والدورات الصيفية في المساجد، ويعني كنت يعني أتمنى أن أقرأ القرآن في المسجد أو أن أكون إماما وخطيبا وأن أتقي المنبر للخطابة، والحمد لله يعني حصلت يعني هذه الأمنية يعني. فكان يعني معلمي الأول لقراءة القرآن الكريم هو يعني الخال العزيز يوسف نافع حفظه الله تعالى، كنت أذهب إليه يوميا ليعلمني قراءة القرآن وأحكام التجويد، وأنا يعني في سن يعني مبكر، كنت في السنة يعني الثالثة عشرة أو يعني أو قريبا من ذلك، فعلمني هذه قراءة القرآن وأحكام التجويد، وقمت يعني أقرأ في المساجد. ثم بعد ذلك يعني قام يعني شيخ العزيز شيخ غازي الدكتور غازي إبراهيم إمام وخطيب يعني جامع ناحيتنا، قام يعني يقدمني للإمامة وفي الصلوات الخمس. ثم بعد ذلك يعني أرشدني إلى أن أصعد المنبر للخطابة، والحمد لله يعني تأممت بالمصلين وصعدت المنبر للخطابة، والآن أنا الحمد لله يعني إمام وخطيب في جامع مستقل. فكان هذا يعني الشغف يعني منذ الصغر، حتى يعني من اللطائف عندما كنت طفلا صغيرا في الابتدائية كنت يعني أجمع الأطفال من هم في يعني في عمري ونصنع لاقطات يعني على من العصي من عصي النخيل ونعمل جمعة فلان يقرأ القرآن وفلان يؤذن وفلان يعني يخطب وأنا أقوم أخطب الجمعة منذ الصغر، منذ يعني في سن الابتدائية، والحمد لله يعني تحققت هذه الأمنية. ثم بعد ذلك يعني الأمنية الذي أريد أن أصل إليه الأمنية التي لم تتحقق بشكل تام، ألا وهي تعلم المقامات. يعني عندما كنت أقرأ القرآن في المساجد وأم المصلين يعني تمنيت أن أتقن يعني هذا الفن الرائع، فن المقامات. فقمت أبحث في اليوتيوب وعلى الأنترنت لكي يعني أتعلم يعني بعض الشيء من هذا الفن، فتعلمت والحمد لله يعني المقامات الرئيسة في ذلك، وهي المجموعة في كلمتي صنع بسحة الصبا والنهاوند والعجم والبيات والسيقة والحجاز وأوست، وتعلمت بعض الفروع يعني مستخرجة من هذه الرئيسة. ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يهيئ لنا من يعلمنا يعني إياها، ونسأل الله تعالى الإخلاص في القول والعمل. في اللغة الصينية كما تعلمون هناك رموز للكتابة. في اللغة الصينية الرمز الأول لكلمة المشكلة، الرمز الأول يعني الأخطار، والرمز الثاني لكلمة المشكلة في اللغة الصينية يعني الفرصة. من هنا نقول العظماء في الحياة هم الذين يحولون المشاكل إلى فرص، ويصنعون من المشاكل فرص لتجاوز هذه المشكلة وصناعة نجاح جديد. النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة عند التأمل في سيرته العطرة نجد أنه عليه الصلاة والسلام كان يحول كثيرا من المشكلات إلى فرص للتعليم وفرص لزراعة القيم. في الحديث الذي يرويه سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه
قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قراءة وسمعت رجلا يقرأ خلافها، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ما حصل، فقال كلاكما محسن، فقال كلاكما محسن، وعرفت في وجهه صلى الله عليه وسلم الكراهية. ثم ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحول هذا الخلاف الذي هو ربما مشكلة وإن كانت يسيرة، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم يحوله إلى فرصة للتعليم ولزراعة القيم ولزراعة المنهج في معاملة القرآن الكريم وفي التعامل مع القرآن الكريم. قال لا تختلفوا كلاكما محسن، لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. لهذا نحن في الحياة اليوم قد يأتي الأمر غير ما هو متوقع، وقد يحدث غير ما هو متوقع، وقد يأتي الأمر على ما يرام. الناجح في الحياة هو الذي يحول هذه المشكلات إلى فرص. يقال أن مهاتير محمد عام 1974 قبل أن يكون وزيرا للتعليم في السنة التي تليها في عام 1975 دعته مدارس كومباج باسو لحضور حفل التخرج الطلاب. مهاتير محمد استثمر، عرف أن هناك مشاكل معينة بين المدرسين أنفسهم، فأراد أن يستثمر هذه المشكلة لصناعة فرصة في خلق القيم المنهجية الإسلامية. قال سأجري سباق على المعلمين، والحفل كان للطلاب، لكن قال سأجري سباق للمعلمين. الطريقة في هذه المسابقة، قال هناك جائزة سأوزع لكم بالونات، كل واحد ينفخ بالونة ويربط بقدمه، وأعلن في ساحة مستديرة أعلن عن بداية المسابقة لمدة دقيقة واحدة، كل من سيحافظ على بالونه من غير أن يفقأه ومن غير أن يؤذيه سيأخذ الجائزة. أعلن فعلا مهاتير محمد على المسابقة، وإذا لما أعلن المسابقة كل واحد من المعلمين أصبح يهجم على المعلم الثاني هذا يفقى هذا البالون ويصيب هذا البالون بالضرر. ولما انتهت الدقيقة قال إنما أردت أن يحافظ كل واحد منكم على بالونه سليما، ما أردت أن يفقع بالون الآخر وأن يصيبه بالضرر. واحد بالضبط شيخنا، يعني أراد أن يحافظ على هذه القيمة المجتمعية، قيمة المنافسة الشريفة، وها هنا صنع فرصة للتعلم وللمنهجية. لذلك أقول ختاما، كلما زادت أعمارنا في الحياة كلما واجهنا تحديات، الثانية من الأمور كلما اتسعت مساحة العمل اتسعت مواجهة المشكلات واتسعت التحديات، ولا حياة من غير مشكلات. الناجح من يحولها إلى فرص. ما الذي يجعل شاب خمس أوقات هو في المسجد يأتي يصلي السنة والسنتين والثلاثة، يأتي بحماس منقطع النظير، ثم ما يلفجأ أن ينقطع؟ أنا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جالس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لأصحابه تمنوا، ايش تتمنون؟ ما هي طروحاتكم وما هي أمانيكم؟ فقال أحدهم أتمنى أن يكون لي يا نفس كفي واخشعي وإلى الهداية فارجعي، أنسيت هول المطلع. نحن مع كل تطور محمود وإيجابي يخدم البلاد والعباد، أما أن ننساق خلف مودة هي تريد منا أن ننزع ثوب العفة وأن ننزع ثوب الشرف وأن ننزع ثوب الأخلاق. اليوم العالم أصبح قرية واحدة، فأكو مثل يقول إن الذي يؤلمني أن ماء النهر ينساب إلى البحر، الماء العذب يروح ويا الماء المالح فتروح عذوبته. رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. واعلم بأنك ما خلفت ما قدمت من عمل يحصى عليك، وما خلفت موروث. إذا علمت أن الشيطان لا يغفل عنك فلا تغفل أنت عمن ناصيتك بيده.
الغريب أنه صعد تكتل في جمعيتنا كبير للنساء يرفضنا الزواج، ما نتزوج. فقلت لأحد الخوات المسؤولات اجلسي معهم شوفوا إيش الموضوع، شو السر ما يقبلين الزواجين، وإذا بهن كلنا على لسان واحد يقول والله أنا إذا موت أدخل الجنة والزوج واحد مثل يوسف. ما أعرف من مقنعهم أن اللي تموت ما تتزوج الله يعطيها زوج مثل يوسف. في القلوب تجمعت في المنتقى وتحدثت في خدمة الإسلام، تعلم بأن يا أخي لبعضنا فلننسى ما قد مر من أعوام في المنتقى. فرعا وعند الله منها المخرج، فقد فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج في الملتقى.